عايزينك تحكي لنا برضو عن وحاك، يعني كنت نجم دايما في مباراة الاهلي والزمالك، مفيش مباراة بتلعبها الا يعني موجود فيها وبتأدي فيها. الحمد لله دايما عند ربنا. مباراة 4-2، مباراة الكاس، كان قبلها في ظروف كده وكنتوا الاهلي خسر وقتها قبل مباراة. لا ما خسرناش، ما خسرتوش وقتها، دخل فينا في سيما فاينل، كنا هنلعب المنصورة وبعدين الزمالك. ايوه، فجينا انت عجوز. المهم لعبنا المنصورة ده والله العظيم ثلاثة، انا شايل جون، شايل جون من جوه الجون، الواد الشال بتاع المنصورة في الشوط الرابع الاضافي 0-0، ساب دخل عند حازم خالد رقصه وراح خارج لبره، ساب الترايال وراح ماشي بالعرض كده، راح حاططها في الجون. انا بلعب باك رايت، والله زحلقت حوالي 5 متر. ورحت عين الكره من الجون كده على ما هي دي مباراة الكاس، دي هي هو ده الجول. انا خدت فيها 100 جنيه من الكابتن هدوكوتي. هدوكوتي وقتها ده جنيه، اداني 100 جنيه ساعتها، ال 100 جنيه دي مكافأة كبيرة قوي. ما هي دي اللقطة اللي انتوا جبتوا بيها الكاس دي عشان توصل للمباراة النهائية. لا رقصت الواد البكرات، اسمه ايه؟ سارة اتفرج. سارة اتفرج طبعا. رقصت ورفع كورة جابها مصطفى عبده بالجون بدماغه. في الشوط الرابع. بعد ما انا شلت الكره دي عملت جول. المهم يعني كسبنا الحمد لله، فجاء ماتش الزمالك ده الماتش النهائي بقى، خسرنا الدوري السنه دي. خسرنا الدوري بجون اعتباري. فما ينفعش السنه تعدي، لازم تاخدوا بطوله. ناكل مننا ولا نشرب. لو هتمشوا ازام الجمهور. الجمهور ده تاني، ده حاجه تانيه، ما بننامش. ما بننامش في بيوتنا والله. المهم يعني ماتش كان، انا حسيت اللي هو بنلعب اسبوع حياه ربنا، بس في اكسترا تايم وكده. المهم كسبنا 1-0، وبعد كده ربنا كرمه ثابت البطل، رقص طه مصر خدها منه وجابها جون، ضربه جزاء عملها فاول على خط 18 وشاطها جابها جون، بقت 1-1 وما سنترناش. طلعنا بعد كده بنلعب، ومصطفى يونس كره، فاروق جعفر كان بيلعب عندهم سيرد باك. فلعب كره طويله جد كابتن مصطفى بيعينها، فراحت فايته منه. علي خليل جابها جون. بقى 2-1 للزمالك. بقى 2-1. الماتش ده طول الماتش مصطفى يونس وثابت بيعيطوا. الماتش شغال هما بيعيطوا الاثنين. كاس هيضيع. انا مش حاسس بنفسي. اللي حصل؟ ده احنا لو كده يبقى كاس ودوري. ضاع. مشكلة كبيرة. طب ايه قصة الكابتن طاهر الشيخ وكابتن خطيب بقى؟ لسه هقولها لك. المهم احنا، انا واحد من الناس وبلعب وعارف اللي انا بقى مين الاحتياطي ومين ده، اتاري دكوتي عمل ايه؟ حط طاهر الشيخ والخطيب، قال لك لو احتاجناهم ينزلوا. فلما لقينا اتغلبنا في بعد حوالي من ربع ساعة وثلث ساعة من الشوط الثاني، راح مغير الخطيب. قاعد بهدومه لبس الخروج. بتاع الخروج. وانتوا ما تعرفوش كلاعيبه ان هو معاكم في الماتش؟ والله ما كنا نعرف. المهم راح نزل بعدين طاهر الشيخ كمان. غيروا الماتش خالص. غيروا الماتش. هما الاثنين بقى بيبصوا لبعض، مالناش دعوه بيهم. الخطيب بقى جاب جون اللي هو قاعد على الارض دي. عملها كده حلوه قوي. طاهر الشيخ برضه جاب، بس هو طاهر الشيخ 4 مرات وطاهر الشيخ جاب 4. المهم يعني الحمد لله ربنا وفقني فيه. ده ماتش حسيت ان احنا بنلعب بقالنا اسبوع. كان حمل كبير عليك. تخسروا دوري وكاس في سنه واحده دي صعبه. والحاجه اللي ما حدش يعرفها بقى، انا كنت لاعب المنصوره قبليها، ولاعب الاسماعيلي، ولاعب مش عارف 4 ماتشات في الكاس. خدت احسن لعيب في مصر وقتها. اولا انا كنت باك رايت، ما فيش باك رايت خد احسن لعيب في مصر ابدا. طبعا. فمين بقى كان الخطيب؟ كابتن الخطيب حسن شحاته وفاروق جعفر وكده. وكان مش ناسيها، كان في الاخبار اللي هو في شارع رمسيس. فدعونا فيه وسلموا جايزه، كرموكوا وقتها. فدي ذكرى مش هنساها طول عمري بصراحه. طبعا يعني ده حاجه طبعا. طبعا عمري ما بقى ربعهم. لا حاجه لعبت كبير يا كابتن. لا بس بصراحه الكاس ده لعبته حلو قوي. يعني دي من اهم البطولات. كابتن حمدي حضرتك اخدت كام بطوله مع النادي الاهلي؟ احنا خسرنا بطوله. يعني والله العظيم ما خسرنا غير بطوله الدوري 78.
وخدنا فيه الكاس وكل البطولات بتاخدوا كل البطولات ولا دوري ولا بطوله عربيه ولا اي حاجه ما كده. احنا نموت لو كنا نخسر بطوله. كنتوا بتزعلوا لما بتتعادلوا مباراه عشان الجمهور؟ طبعا ونسعد نفسينا طبعا. طبعا هناخد مكافاه. المهم ان انا خدت مكافاه الكاس دي كده. اول مره نلعب في بطوله افريقيا. ايوه دي اللي بقى مش هتتنسي. كان اول مشاركه للنادي الاهلي سنه 74 او 75. بعد الاسماعيلي ما كان واخد سنه 73. ايوه احنا خدناها فلعبنا. فالمهم لا واحنا في الطياره كان مين معانا بقى مش ناسيها ابدا. مش عارف حازم خالد ولا ماهر همام. فمصطفى عبده قال له اداله ورقه كده منديل قال له ارمي دي قدام الشباك. قعد يدور على الشباك والطايره فوق طايره. يا ربي مصطفى عبده ده حكايه كمان. مصطفى عبده موال دمه خفيف جدا كان مصطفى. مره بنلعب ماتش الزمالك وقالوا لي زعقوا من الطيبين قال لهم ايه عامل ايه طيب مش عارف ايه راح ضحك وخارج سابهم ومشي. طب ايه حكايه الفردتين الشمال يا كابتن؟ يا ستار يا رب. الفردتين الشمال دول لهم يعني قصه وحكايه مع الكابتن حمدي. حكايه لما كان ربنا جزيل اللي عملها. بس دكوتي عجبه وقتها الموقف؟ لا ما عجبوش ولا عجبه بعد الماتش ما خلص وعرف. اقول لك صفوت هو السبب بالمواضيع دي. المهم رانا اللاعب مين؟ المصر بورسعيد. واحنا المصر بورسعيد ده بنبقى عاملين حساب قوي. ما بنكسبوش. المهم رانا فانا بقى اولا ده بنلعب في الاستاد مش ملعب بورسعيد. بنلعب في الاستاد بتاع بورسعيد. فرحت ما لقيتش جزمه بتاعتي الاثنين. فكابتن اللي قابلته كابتن مصعب نور. كان جمال فؤاد ومصعب نور وكذا لعيب وفؤاد عليوه. المهم رحت لهم يا جماعه انا نسيت الشوز بتاعي. قال لي احسن انا مش عاوزك تلعب. كل واحد يقابلني قال لي بس احنا الملعب ده الاستاد مش النادي كنا جبناه لك ده. المهم ما لقيتش اي حاجه. فقلت لو سمعوا الاداره بتاعت النادي لا لو سمعت هتتوقف. يا ريت على توقف وفيها غرامه فلوس وفيها كل حاجه. ده الدوري كنا بنكسب ناخد 3000. ده هتخصم مني 2000 يعني مكافاه الدوري. لايحه بتقول كده. اولا مش هلعب 4 ماتشات. لان في شهر الشهر 4 ماتشات. مش هلعب 4 ماتشات وهتوقف. وبعد كده مش هلعب مع الفرقه هتمرن مع اللي ما بيلعبوش. مشكله تبقى مشكله. انا قعدت احسبها كده لقيت نفسي دايخ. قلت يلا العب. وبعد 10 دقايق ولا حاجه اقول لهم انا اتعورت. هتلعب بالفردتين انا اتعورت واخرج. هتلعب بالفردتين الشمال. فرحت عامل ايه بقى؟ رحت واقف على سن الشوز من قدام الاثنين كده على الارض. وقفت كده وشبيت كده عشان ايه؟ لو على الارض كده هيشوفوهم. وقفت قعدت اسخن بالطريقه دي. فالمهم اثناء الماتش بنلعب وكده ومش واخد بالي خالص لقيت صفوت بيعمل لي كده. قال لي خد هنا ايه ده؟ قلت له ايه؟ رحت واقف تاني على رجلي. قال له كابتن صفوت رحيم هو اللي كشفك. يا لهوي صفوت ده الله يرحمه الله يرحمه الصراحه. المهم بس الشوط الثاني. ايوه الشوط الاولاني لا ما شافنيش. ودخلت جوه ورحت رايح في الحمام قعد لغايه الصراحه ما خلصت مش عايز حد يشوفك. المهم رحت نزل الشوط الثاني. ايوه قلت الحمد لله ان انا لعبت شوط. لو خرجت حتى منظري مش وحش. قلت برضه اتعور كده لقيت نفسي بكمل. كوره بتيجي على اليمين بعمل نفسي ان انا ارفع على اليمين مع الشمال بشوط. راح الولا اسمه الهوا ولا ايه بتاعهم ده. كان راح في المقص وانا رافعها. لا لا يا ماتش كان صعب قوي. ودكوتي قال لك ايه قبل بعد الماتش بقى؟ ده بعد ما كسبنا 1-0 عمره ما كسبنا بورسعيد بورسعيد. فقال لي بعد كده لما قعد العيال اللعيبه يعني تتنطط تقول له الحمد لله عامل كده. قال لي انت بوركا مازيريا انت ما فيش مخ. انت تلعب بعد كده من شمال. كان دمه خفيف يا دكتور برضه. لا بس كان بحبنا قوي. مره قال الزمالك رجلي الاثنين حصريا دي ما حدش يعرفها. الاثنين فيهم ميه خشونه في الركب. والله العظيم يا كابتن اسامه اللي حصل ده بالظبط. انا عمليه كابتن محمود كان بيعمل لنا معسكرات كده قبل الماتشات الجامده دي. فنزلنا انا ومختار ومحمد عامل بنجيب سندوتشات. فاحنا نازلين من العربيه كانت رجلي الشمال اليمين فيها ميه. وقعوني من العربيه عشان كانوا راكبين يجي 7-8. وقعت قدام سيما مترو.
شوف بقى فاكرها لغايه دلوقتي في الشارع. المهم الرجل الثانيه بقى وجعتني وبقى فيها ميه ومش عارف ايه. قعدت طول اليوم اعمل كمادات وتمرينات وكده عشان رجلي عشان تلحق الماتش. المهم بقى ما عرفتش. قلت لهم يا جماعه حصل كذا كذا وانا مش هقدر العب. ماتشاتنا كانت يوم جمعه. المهم ما رحتش خالص النادي ولا شافوني لغايه يوم الماتش. يوم الماتش اتصلوا بيا قالوا لازم تيجي. قلت ايه اجي عشان الفرقه كلها. المهم لعبت فقلت لبس بقى اللي احنا بننام فيها ديت من يوم المحاضرات. ما رضوش اول يوم ما يقولوش ال 16 لعيب. مأجلينها شويه. 11 و5 المهم رحت لقيت دكتور بعد ما المحاضره واخدني هو فشعبان جابوا لي انت عارف اللاست بلاست. عملوا لي على ركبتي دي ودي وبلوه ميه. فبقى نص جبس. فاهم؟ فجريت نزلوني جريت على التراك بس من فوق تراك اللي هو الايه؟ الحته اللي هي النجيله. النجيله ايوه. فما جريت فيها وكده لقيت نفسي احسن شويه. احسن بس ما اعرفش احود. ما اروحش ملل تجري في خطوط مستقيمه بس. مش سريع كمان. المهم قالوا لي طب كويس كده. المهم راح مديني حقنه. تقريبا كورتيزون. المهم خدتها وكده نزلوني تاني. لقوني احسن شويه بس عدل. رحت راكب معاهم العربيه ومش عارف ايه. انا اكلت ساعتها رز. كان زمان اللي ياكل رز يبقى مش هيلعب. لا احنا لنا بقى حكايه الرز دي والمكرونه. المهم قلت لهم يا جماعه انا اكلت مكرونه ورز. اكل كشري. ايوه دي مره بمناسبه الكشري دي. ايوه احكي لنا بقى حكايه الكشري. المانيا. ايوه. فكابتن سامي منصور وفاروق جعفر كانوا معانا في المنتخب وكده. فانا قاعدين في المطعم. فالراجل الكل سامي منصور كل ما الراجل يجي هات واحد مكرونه يجيب له يرجع تاني ويمشي كده هات واحد رز. قال لي لا 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 كان بيبات معايا انا وبينام معايا انا في الاوضه بتاعتي. فجاء بعد كده راح جاي طالب مين؟ رز تاني. فمين اللي شايفه من بعيد؟ فاروق جعفر. فاروق جعفر قال له ايه؟ قال له يا سامي اطلب كشري وخلصنا رز مكرونه مكرونه رز. كنت بتعرفوا اللي بياكل رز ده بره الماتش واللي ياكل مكرونه احنا كنا مش ماتش. احنا كنا مسافرين بره وقاعدين في معسكر في الفندق بناكل. عادي ياكل عادي. لا لا اللي ايام حلوه اللي كابتن يقول له نزل له رز هنا يبقى بره. تعرفوها من الغداء بتاع المباراه. كنت اقعد تحت الكنبه عشان حكايه الكابتن محسن صالح ايه بقى؟ كابتن محسن صالح. كابتن محسن كانش يحب يغير خالص الكابتن محسن. لا غير التغيير ده. مره بنلعب الاردن. فمحسن صالح من النوع اللي ما بحبش يتغير. فكان قعد احتياطي مده كبيره. فجاء للكابتن شطه قال له ايه؟ بذمتك ودينك انت كده شكلك يلعب علينا؟ كان دمه خفيف كابتن محسن. المهم جينا الماتش ده نزل بقى فعاوز ابين لهم اللي هو لعيب وما يتغيرش. قال لي حمدي والنبي انا هاف رايت هو باك رايت مصطفى عبده وينج رايت. قال له والنبي يا حمدي اديني الكوره واطلع ما تعملش الوان تو بتاعك ده اللي انت لنفسك ده. والله العظيم ده حصل. هو مثلا صالح عايش ربنا يديله الصحه. جاء الماتش الكوره بتلعب فانا كل مره اديها له يديها لي يطلع فنسيت نفسي ورحت عاملها وان تو كده خبطتها في رجلي دي وطلعت. قال له اقف الماتش شغال. قال له اقف اقف. شوف سبقتني ازاي؟ حياة الكورة. لا صعب. طب لما طلع ارمي الاوت من بره. عاوزين يغيروه وهو مش عاوز يطلع. فاول جالنا اوت على الاحتياطي راح ماسكينه من ضهره. عشان الاوت ده من غيره هو غيروه هو. لا لا مصر صالح ده حكاية. ايام حلوة وجميلة. كابتن مصر ده نوادر كمان في الملعب. نوادر. لما بتقعد يا كابتن حمدي تفتكر بقى يعني احلى المباريات اللي لعبتها وحضرتك قلت لنا كنت احسن لعيب في كاس مصر وقتها. احسن يا عم انا. لا طبعا الحمد لله. ايه المباراه الثانيه اللي كابتن حمدي ما ينساش خالص في حياته مع الدرجه الاولى مع النادي الاهلي؟ 2-1 اهلي وزمالك. اهلي وزمالك. مصطفى عبده وجمال عبد الحميد. دي من احسن الماتشات اللي عملتها. ولا والمهم كان متوقف عليه الدوري برضه. فلازم نكسب ما ينفعش تعادل. فنزلنا اول ربع ساعه
كان عندهم محمد عبد الله ده مدير الكره بتاعهم، كان يقول لك احذروا الاهلي اول ربع ساعه. اه المهم رحت كسبناهم اول ربع ساعه وكسبنا الماتش الحمد لله. طيب عايزين بقى نفكرك بقى برضو بالايام الحلوه، معانا مجموعه من الصور الحلوه، الصور القديمه اللي فيها الذكريات الحلوه ومع الجيل بتاع حضرتك، يعني فكرنا بقى بال كانت مباراه ايه دي، وكان يقول لنا مين اللعيبه اللي موجوده في الصوره. ماتش ايه؟ اه تصدق دي ممكن لا مش اهلي الزمالك. اه بس الخطيب لعب كل ماتشات اهلي الزمالك 4-2 هو اللي مش دي الصوره. بص دي الاهلي بطل الدوري 79. اه يا كابتن حمدي. اه دي الاهلي بطل الدوري 79. اه بس هي الصوره، هي نفس الصوره. آه. قول لنا بقى الجيل اللي عندك كم من اللعيبه؟ يا لو ده في كتير ما بيلعبوش. قول لنا بص اللي ما بيلعبش مين؟ آه. صفت عبد الحليم. لا ما احنا قول لنا بس اللي في الصوره، قول لنا في الصوره ظهر الشيخ. اه قول لنا اللي في الصوره الاول من فوق كده من اليمين الاول. طبعا كابتن خطيب ماشي. اه ده مش صفا عبده. اه كابتن حمدي جمعه. ايوه شياكه جمال عبد الحميد. اه مختار. اه شريف عبد المنعم. اه شطه. ايوه ثابت البطل. ايوه صفا يونس. ايوه ماهر همام. فتحي مبروك. انت ما بتعرفهمش بجد؟ لا اعرفهم طبعا. طيب. انا بس عشان انت نفكرك بالايام الحلوه. بس انا عايز الجمهور كان عامل قد ايه؟ اه طبعا الجمهور كان جمهور مال الاستاد، كان في استاد القاهره المباراه دي. احنا يا كابتن كنا بنتمرن اقسم بالله. الكوبري بيتملي. الكوبري بتاع النادي الاهلي. كوبري قصر النيل. ولغايه التحرير مملي ناس. ما كنتش عامل القصه بتاعت زمان ده يا كابتن حمدي. ايه دي؟ القصه. الشعر القصه. عملتها في ماتشات. عملتها في ماتشات. كانت دي القصه المشهوره. في بعض هم كلهم عاملينها. شطه هو السبب ربنا يجازيه. اه كان ومين اللي ما كانوش موجودين في الصوره دي كمان؟ نعم فندم. مين اللعيبه اللي ما كانتش موجوده في الصوره دي؟ هم اربعه. اربعه كان الكابتن صالح عبد الحليم اللي كانوا بره المباراه. صفوت ومحسن صالح. اه وطاهر الشيخ. اه وجمال جمال عبد العظيم. عبد العظيم. اه ولا لا كتير مش موجودين كتير. طيب ده معانا صوره ثانيه يا كابتن حمدي. بص دي صوره ثانيه، قول لنا برضو اللي موجودين في الصوره عندك. والله ما اعرف البنت جبته منين. اه قول لنا كده من فوق بقى. ده دي صوره ثانيه. ده انا اقدر اعرف لك مين. لان مين معانا جديد؟ كابتن مدحت. مدحت رمضان. كابتن مدحت رمضان ده دكتور. كان دمه خفيف جدا. ده دكتور. ايوه ما شاء الله. ومعانا مين تاني؟ محمد عباس. محمد عباس كان دمه برضه خفيف. طب كان لعيب جامد قوي. كان لعيب جامد جامد. واول مره يقعد على الارض مصطفى عبده. لانه طويل المفروض اللي في الصور كان ليها توزيع. الناس الطوال هي اللي بتقع. ومحمد عامر. وخالد جدار. قول لنا الاسماء. قول لنا مصطفى يونس. جمال عبد الحميد. محمد عامر. الكرامي. خالد جدار. كابتن خطيب. مصطفى عبده. انا عباس. ماهر. مدحت رمضان. ماهر ده كمان كان حكايه يا كابتن. كابتن ماهر همام. طبعا من احسن مدافعين الجون في تاريخ مصر كلها، ومن احسن لعيبه جت مصر. مختار. كابتن مختار. مختار طبعا والله العظيم كان في المنتخب بيلعب لوحده. انا في ماتش تنسي ده احنا خسرنا هناك فيه ده. والله بيلعب لوحده كابتن مختار. كان بيرقص زي ما هو عايز. لعيب قوي. معانا مجله الاهلي سنه 80 1980 10 يناير 80. قول لنا بقى الصور كانت المباراه دي بتقول هنا العنوان سنلعب للفوز. كانت مباراة كم؟ دي سنة 80 دي 10 يناير 1980 مجلة الأهلي. والله فاكرها 82 دي. لا لا دي كانت 80. كنا الششوار بقى هو شوف ضاربين الششوار ازاي. ايوه دي القصة الشهيرة دي. كلنا عاملين خلاط في الخلاط. الله يرحمه سلامت. ذكريات حلوه كانت. والله يا كابتن والله فكرتني انت بالذكريات الجميله دي. طب فاكر دي بقى؟ دي تابلو بتاع سنه. دي المسابقه اللي كانت بتنزل فين وقتها؟ والله بيم بيم. طيب انا حاطيني من العظام. بتجمع صور اللعيبه حاطيني من العظام. انت طبعا من العظماء. حسن حمدي. انت من العظماء يا كابتن. الله يكرمك. الحمد لله. اللي كان كويس قوي عيني ومالوش حظ. زيزو. كابتن زيزو ما كملش شويه الاصابه. ده كان مرة بلعب الاولمبي. وانا في الاستاد. نزلنا سخن. سخن وقبل ما نبدا الماتش اتعور خرج ونزل حازم خالد. سخن وده لعب. تاني لعب من غير تسخين خالص.
كانت ايام حلوه وجميله. اه لا 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 ده ذكريات يوم تتنسي. كابتن حمدي انا يعني استمتعت بالحوار معاك، واحنا النهارده جايين لحضرتك عشان يعني نرد لك جزء من الجميل اللي يعني لحضرتك عشان نقول لك شكرا. انتوا تعبتوا وربنا يبارك لكم انت والناس اللي معاك والله. لا يعني تحقق يعني قامه وقيمه كبيره ونادي الاهلي دايما ما ينساش ابنائه، واحنا جايين النهارده عشان نرد لك جزء من الجميل. يعني حضرتك صاحب مشوار رائع مع النادي الاهلي وصاحب انجازات وبطولات، فالنهارده جايين عشان نرد لك جزء من الجميل ونقول لك الف شكر. والله الجزء يا كابتن جزء اترد من زمان، من اول ما حصل لي الموضوع ده كابتن الخطيب يعني كان شايلني على مش عارف اقول لك ازاي. واللي صراحه يعني كمان مع مين؟ مختار محمد عامر صراحه ما سابونيش يوم هنا في المكان ده، والله ما كانوا بيسيبوني. كانوا موجودين عندك هنا على طول. اه والله شوف عندهم ماتشات وعندهم ماسكين فرق بيقول يومين. الحمد لله حضرتك تستحق كل الاحترام والتقدير. احنا كنا بنقعد مع بعض اكتر من نقعد في بيتنا. تربينا مع بعض الحمد لله. تسمح لي بقى النهارده ان احنا جايين يعني نكرمك ونديك درع قناه الاهلي يعني على مسيرتك الرائعه، وده اقل تقدير يعني وتقدير ربنا بسيط ربنا من قناه الاهلي لحضرتك. ربنا يكرمك يا كابتن، ربنا ما حرمش لنا. بابا طيب قوي يعني، بابا كل الناس بالنسبه له كويسه وجميله يعني غير الدنيا طبعا دي خالص يعني، بيحسسني ان الدنيا كلها حلوه جدا لما بقعد اتكلم معاه، بحس خلاص ان انا مطمنه ان مفيش حاجه وحشه بقى في الدنيا فعلا يعني. بس علمني ان انا اصلي يعني اكتر حد تقريبا علمني ان انا انتظم في الصلاه اكتر وان انا اقرا قران اكتر، ان انا اقرب من ربنا، عرفني يعني ايه يعني ان انا مع ربنا مفيش حاجه خلاص هتمسني يعني. بس دي اكتر الحاجات اللي ممكن اشكر بابا عليها، واكيد فخوره بيه في كل خطوه بيعملها يعني. انا فخوره ببابا جدا، عمل لنفسه تاريخ كبير وعمل لنا احنا كمان تاريخ كبير، وهتتورثوا ده ان شاء الله، وهتطلع ان شاء الله تلعب كوره.